أعزائي السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل أسرار الرؤى بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إن شاء الله حنكون معكم لمدة ساعة على الهواء، نتلقى فيها اتصالاتكم واستفساراتكم عن أحلامكم ورؤاكم في الأرقام الظاهرة على الشاشة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتسمو بالأرواح وتطهر القلوب وتشفي البدن من كل داء وسقم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. يدخل أعرابي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وبجواره سيدنا أبو بكر الصديق، فيقول: السلام عليك يا أهل العز الشامخ والقرم البازق. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بجواره بينه وبين سيدنا أبو بكر، فلما قضى حاجته قال له الصحابة: أتعرفه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سيدنا صلى الله على حضرته ورضي الله عن آل بيت سيادته، قال: إن جبريل أخبرني به. يقول سيدنا أبو بكر الصديق: ماذا قال لك يا رسول الله؟ قال: إن جبريل أخبرني أنه يصلي علي صلاة لم يصلها علي أحد قبله. فقال سيدنا أبو بكر الصديق: وكيف يصلي عليك يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة ونفس عدد ما يسعه علم الله. اللهم آمين. معنا عالم الجيزة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، ربي يبارك فيك، تفضل. كل سنة حضرتك طيب وانت بخير وبسعادة والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. اللهم آمين. رؤيتين كده كنت عايز أعرفهم من حضرتك. تفضل. أول رؤية، المدام عندي شافت خالها بتبص إيده في الرؤية الأولانية فلقيت لون إيده أزرق. تمام. الرؤية الثانية بقى شافت عمها وخالها، الاثنين متوفيين يعني. خالها بيقول لها ثلاث مرات: فين البطاطا؟ فين البطاطا؟ ثلاث مرات. تمام. خالها بقى بيسألها، بيقول لها لمراته يعني، بيسألها بيقول لها: مدام بتعمل القطايف. بس كده، هما دول رؤيتين. تابعني يا فندم. ماشي، شكرا. عندما أجد السلام على الميت، إذا سلمت على الميت، إذا كان سيدنا النبي قال لنا: إذا التقى المسلمين فتصافحا تساقطت ذنوبهما قبل أن يتفرقا. يعني إما المسلم يقابل أخوه يسلم عليه تتساقط الذنوب قبل أن يتفرقا. والسلام، الله يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. فإذا رأيت السلام فللحي تتساقط عنه الذنوب، وللميت تدل على حسن حاله عند ربه. وإذا طلب الميت الطعام فيحتاج إلى الرزق ويحتاج إلى الحسنات. ليه؟ لأن كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الرزق للحي يدرك السعادة في الدنيا. طيب والميت يحتاج إلى حسنات، وطالما طلب الأكل يبقى محتاج إن أنا أعمل له ثواب، أترحم عليه، أقرأ عليه، أقرأ له قرآن، أتصدق علشان خاطر يصله الثواب. والله أعلى وأعلم. ولما أطلب من مراتي كمان تعدي لي من الحلوى أو من القطايف أو ما شابه ذلك، يبقى أنا بطلب منها الدعاء: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، وولد صالح يدعو له. والله أعلى وأعلم. أم خالد من القاهرة، تفضلي. السلام
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا اتصلت بك الأسبوع اللي فات تحت أمرك. تحت قلت أخو ابني شاف أخته ملفوفة في كفن أحمر. اتفضلي. وعمال ينادى عليها ما بتردش، معرفش إن كانت ردت عليه ولا ما ردتش عليه. وبعدين أنا جوزي متوفي بقاله كم شهر رحمة الله عليه، واخته شافته ان هو عمال مكفي دماغه على في حضنها وعمال يعيط جامد قوي، وبقول لها ربنا يخليك لينا. طيب بيقول لبنته كده؟ اخته. طيب ويعيط عياط جامد قوي، يعني عياط بتقول ما شفتوش بيعيطوا قبل كده. طيب ان شاء الله. البكاء بيدل على الفرج يا حاجه، واذا كان الفرج ميت ربنا قال ويخرون الاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولما اختي لازم اخته تدعي له ولازم ولاده يدعوا له. وهتخسري ايه يا فندم انت لو صليتي على سيدنا النبي 100 مره وتوهبيها لجوزك؟ ممكن؟ ممكن قوي. طيب وتابعيني وانا هقول لك على فضل الصلاه. بالنسبه للبنت على سيدنا كمان حلم واحد، معلش. اتفضلي. البنت هي متجوزه بقالها 4 سنين ولسه ما خلفتش. فبنت اختي جايه لقت بتاع 6 بنات كده كلهم طول بعض، بتقول لي اولاد مين دول يا خالتي؟ قلت لها ده اولاد هيام. قالت لك مش كنت تقولوا لي ان هي حامل يا خالتي؟ طيب وهي بقى لها 4 سنين متجوزه. ان شاء الله يا ام خالد دي بشرى ليها بالذريه، لكن خليها تصلي كل يوم على سيدنا النبي 100 وتستغفر ربنا 100 وتقول 100 مره ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. والله اعلى واعلم. تحت امرك. لما اشوف المتوفى دايما، بشوف المتوفي دايما، وانا قلت لها تصلي على سيدنا النبي وتوهب لجوزها 100، ده شوف في فضل الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تذهب امراه الى الامام الحسن البصري وتقول له توفت ابنتي واريد ان اراها، فقال لها ان تصلي 4 ركعات في العشاء الاخير وتقرأ في كل ركعه الفاتحه والهاكم التكاثر، ثم اذا ذهبت وأرادت أن تنام أن تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأتها رأت بنتها في حالة أن هي تعذب وفي النار، فوصفت الحالة لسيدنا الحسن البصري. فلما ذهب الإمام الحسن البصري وصلى قيام الليل وأراد أن ينام، رأى أنه في روضة من رياض الجنة وهناك جارية على سرير وعليها تاج من نور. فقالت له يا حسن ألا تعرفني؟ قال لها من أنت؟ قالت من أخبرتك أمي بحالي؟ قال إنها وصفت لي غير ذلك أنك في النار. قالت كنا 70,000 نعذب، فمر رجل صالح على قبورنا وصلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 واحدة وقال ثوابها لأهل هذه المقابر، فما تراه من نعيم هو نصيبي من صلاة واحدة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا غفر للـ70,000 بصلاة واحدة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأحمد فضل لا يحد ولا يحصى، وليس له في الدهر حد فيستقصى، فمن كان مثلي مذنبا ومقصرا فجاءه رسول الله قد جبر النقص، فيا سعد من صلى عليه من الورى، فذاك بتثقيل لميزانه خص، عليه صلاة لا انتهاء لوصفها، من الله ربي لا تعد ولا تحصى. اللهم آمين. إن فضل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده روى الطبراني إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت حمزة وجعفر بعد موتهم في أيديهما طبق من نبق كالزبرجد يأكلان منه، فقلت لهما ما وجدتم من أفضل الأعمال؟ قال ذكر الله. قلت ثم ماذا؟ قال الصلاة عليك يا رسول الله. قلت ثم ماذا؟ قال حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. والله أعلى وأعلم. ناخذ الأستاذة إيمان من بني سويف. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا
أي حلمين يا شيخ عايزك تفصلهم. اتفضلي يا فندم. أول حلم حلمت إن أنا والدتي موقعة ومعاها أقلام ملونة، أقلام رصاص ملونة. أنا رحت الشغل، واحد في الشغل بيقول لي خدي الأقلام دي بتاعتك برضه، قلت له بتاعتي، تمام معاها، قال لي ما دي بتاعتك، دي بتاع أمك ودي بتاعتي. خدت الأقلام، أعطاني أقلام كتيرة ملونة شكل ألوان حلو. فأمي بتقول لي يعني أنت خدت أقلام؟ قلت لها أيوه. قالت لي طب بقول لها، قالت لي دي بتاعتك حلوة عند بتاعتك. فبقول خلاص عايزه تاخديها خديها، قالت لا لا انا مش عايزه اخدها، خلي الاقلام بتاعتي خليها معاك. بس قمت انا حلم كده. الحلم الثاني حلمت ان والدي جاي وجاي عليا انا، بيقول لي اقعدي عند والدتك، وزعلانه وقمت زعلانه. فاخويا بيقول لي مش معنى انت مهتم بايمان مش مهتم بيا انا، الا ايمان هي كويسه وغلبانه وربنا يكرمها. وقعد زعلان خاص بقى انا مش عايز اكلم اخويا. فبقول له زي بعض وكده، قال لا مالكيش دعوه انت، خليكي انا مالكيش دعوه بيه خالص، خليكي معايا يا استاذ ايمان. الأقلام اللي أنا بشوف اللي هي معايا ومع والدتي دون رزق حاخده، وأمن وأمان حاخده، ورفعة هاخدها. عندنا دليل، الله يقول في قرآنه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. انت في حفظ الله، انت والدتك، لكن اوصيك بكثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا يكفيك الله همك ويقضي دينك، وفي رواية يكفيك الله امري الدنيا والآخرة. والله اعلى واعلم. مواني من القاهرة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عندي حلمين قصيرين. تحت امرك. بنتي حلمت ان كان في ناس بتقدمها وصباحيتها، حلمت ان في واحد بيحط لها فرس في عبها. بيحط ايه يا فندم؟ فران في عبها. ده حلم بنتي. تاني ما انا من 4 ايام حلمت ان انا ماشيه في المقابر بعربيه، وبصيت لقيت في ميت جاي عكسي، قول اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، انتوا السابقون واحنا بكم لحقون. وبعدين دخلت تاني في اخر الشارع، لقيت في ميت داخل، قام اتنين وقفونا بالعربيه قالوا انتوا رايحين، قلنا انا هنخش كده، قام قال لي لا ما تخشيش عشان ده فيه ميت داخل بيدفن، استنى ما يخرجوا اللي بيدفنوا وبعدين يبقى خش انت. وبعدين رجعت انا وانا واقفه كده قدام حوش، بصيت لقيت خروف كبير قوي قوي قوي، هو الجسم خروف بس الوش مش خروف. لقيته دخل طلع جاي يجري، ودخل الفش اللي انا واقفه جنب منه حتى الكعبل، وراح طلع يجري. بس ده الحلم. تابعيني يا فندم. ماشي حاضر. لما كنا انا بعمل استخاره وبشوف الفيران دي بتنحط في عبي او في هدومي، الفأر من الفواسق، الفأر ده من ايه؟ من الفواسق. وسيدنا النبي قال تقتل ولو في الحرم، والفار دي شد الفتيل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فده من الفواسق. انا لما اقوم على رؤيه زي كده يبقى انا خلاص اخد قرار باللي انا كنت بقول فيه ما اعملوش. ولما اشوف ان انا في المقابر اللي لم يكن للعظه، وان انا بازور القبور ان انا بترحم، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد واعظا فالموت يكفيه. لو لغير كده ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما أنت بمسمع من في القبور. ولما أشوف أن أنا نوع من شفت الخرفان، وأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنم غنيمة، لكن لما أراها في صورة رجل، في جسم حيوان وفي رأس رجل، أنا هفتش في اللي حواليا علشان ما كنش أنا مطمع لحد، أنا ولا بنتي، وعايز أعمل استخارة في رجل. لكن هنا بقول لحضرتك كل يوم تاخدي 7 تمرات انت وبنتك تتصبحي بيهم، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر في يومه. يعني انا اخدهم كل يوم. وحصل لي صلاة الضحى اللي هي صلاة الضحى اللي هي زكاة لكل مفصل، وانا عندي في جسمي 360 مفصل، بقى زكي لما انا بصلي ركعتين الضحى كل يوم، وححافظ على أذكار المساء الصباح والمساء. وأنا نفسي لبنتي في زوج صالح،
هأصلي ركعتين في الثلث الأخير من الليل ربنا بجلالة قدره نزل لي كل ليلة، هل من تائب، هل من مستغفر، هل من صاحب حاجة في أقضيها له، أنا فين؟ والله أعلى وأعلم. أستاذة سماح من اسكندرية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا كنت بس حلمت حلم بإن في مكان فاضي خالص، يعني أرض فاضية، وفي ساعات بتطلع من ساعات بتطلع من تحت الأرض ساعة يعني أو منبه أو حاجة زي كده، فمع كل ساعة صورة بس في ناس ما عرفهاش وفي ناس عرفها تحت الأرض. وفي حاجة كمان حلمتها إن كان قبل جوزي ما يتوفى بإن الله يعني حلمت بإنه في الجامع أنا البطاقة بتاعت التومين راحت مني ورحت الجامع أسأل عليها في الجامع وقلت لسيدنا الشيخ قلت له لو حد بس لقاها يجيبها لي بس أنا عايزة أعيش ومش عارفة أجيب عيش. فالمهم ببص في الأرض في أرض الجامع لقيت جوزي نايم ومتغطي بس أنا مرضتش أصحيه علشان هو نايم، يعني قلت عشان هو نايم مرضتش أزعجه يعني. فبعديها بيومين جوزي نايم رحمة الله عليك. بعد كده بقيت أخاف من الأحلام وما بقيتش أحلم. لا أنا عايزك تكسري من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا ربنا هيوسع عليك في الرزق. ربنا هيوسع عليك في إيه؟ في الرزق، وهيديك الرزق اللي أنت بتتمنيه بس في الطاعة، وهيتم الستر عندك. يتم الستر بإيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا أبي بن كعب قال يا رسول الله أجعل لك من يوم صلاة عليك، من وقتي صلاة عليك، أجعل صلاتي كلها عليك، قال له إذن يكفيك الله همك ويقضي دينك، وفي رواية يكفيك الله أمري الدنيا والآخرة. يبقى حضرتك هتكسري من الصلاة على سيدنا النبي، لأن المسجد لما أشوف أن أنا في المسجد ورايح أجيب بطاقة التموين اللي أنا بجيب بها السلع بتاعتي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى رزق أنا هاخده. والعيش دون إن إحنا بنسمع بعض الحاجات ناس كتير تقولك ده العيش مشكلة، إزاي قال كده؟ ده ربنا قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا اللي احنا بنعمل منه العيش فمنه يأكلون. يبقى رزق، أنا رزق هاخده والله أعلى وأعلم. أستاذة إسراء الشرقية تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا فندم، الحمد لله بخير والله. أنا حضرتك كنت الأول اللي جاي العريس، فبعدين هو كان محترم جدا وأهله ناس محترمة ولا بيشرب سيجار ولا أي حاجة. فبعدين جه ما كنتش أنا عايزاه، فبعدين جه أهلي قال له ده مؤدب ومحترم مش هنلاقي حد يعني كامل وكويس وابن ناس وكده، فقلت لهم خلاص ماشي. قعدوا ضغطوا عليا فالمهم وافق. فبعدين لما دخلت بقى الأمور في الجد وجبت الدهب بس ما لبستش، جبنا بس اشتري من عند السيد. فما الامور دخلت في الجد فقلت لهم لا انا كده بقى هيبقى جوزي، لا انا هقول له كل شيء نصيب، انا مش عايزاه. فبعدين قال لي اخواتي بقى قالوا لي طب ليه ده كويس وكده، قلت له لا، رجعت له كل حاجته قلت له كل شيء نصيب. فبعدين بقى ما انا بفكرش فيه عشان ما كنتش عايزاه اصلا. فبعدين كنا مره رايحين فرح حلمت بيه كتير بحلم بيه كتير، رايحين فرح الاقي رايح معانا اقول له انت ما عندكش دم، انا بقول لك انا مش عايزاك، واتخانق معي يقول لي برضه انا عايز. وبرضو حلمت قبل كده اللي هو احنا قاعدين لا انت حضرتك شفت ان انت بتاكلي معاه اكل او بيجيب لك لبس وبتلبسيه؟ لا شفت مره احنا قاعدين بناكل فجاه قعد معانا برضو قول انت برضو ما عندكش دم، احنا بنقول لك اكل معاكي على السفره يا استاذه؟ كان قاعد معانا على الاكل. طيب اتفضلي. وبرضو كان بيقعد معايا برضو على كنبه الانتريه ويقعد يتكلم معايا وانا اقول له برضو انا مش عايزاك، انا مش عارفه انت وفيتوا ليه الجهود هنا. ورايحين فرح برضه يجي معانا، في كل حاجه يجي معانا على الرغم انا ما بفكرش فيه يعني، وانا كده ظلمت ولا حاجه؟
لا ان شاء الله لو انت شفتي ان انت بتاكلي معاه يبقى ليكي رزق معاه. ماشي بس ما جاش تقدم بعدها تاني. ما انا بقول لك لو انا شفت حد بياكل معاه لان الاكل رزق. ولما اكل مع حد متقدم لي يبقى هيكون ليا رزق معاه. ولو لبست لبس واداهولي يبقى هيكون في ستر بينه وبينه، غير كده مش ممكن، والله اعلى واعلم. ام كريم من القاهره اتفضلي. ام كريم. ايوه انا مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. ربنا يخليك ويجازيك خير يا رب. ونحن واياك المسلمين اجمعين. بعد اذن حضرتك، هي اختي حلمت بامي، هي متوفيه بقالها سنتين رحمه الله عليها. امين يا رب العالمين. ان هم كانوا، ان احنا كنا عند امي وكانوا بيمسحوا الشقه وانا كنت تعبانه وقاعده، فابني بيقول لي تعالي طيب يلا امي بقى نروح للدكتور ونمشي. فامي زعلت عشان انا ما قمتش اساعدهم، ولان كان يعني منتظر ان انا اقوم اساعدهم يعني وكده، ولقيت ان ابني عايز ياخدني ويمشي وكانت لسه مدياله 400 جنيه. فزعلت منه ودخلت الاوضه وكتبت له على الموبايل ابقى افتكرني وهي زعلانه. دي ده حلم. وحلمت مره تانية برضو. طيب الاول خليكي معايا. ايوه. اما والدتك تطلب ان انت تساعدي اخواتك او تبقوا مع بعض في ترابط. ايوه. اذا كان حد بينظف مكان والدتي كانت فيه، لان ربنا قال لنا على البيت كده والله جعل لكم من بيوتكم سكن، يبقى راحه. طيب اما يتم النظافه للميت عن طريق اخوات تانيين، والنظافه من الايمان، يبقى هنا اكتمال الايمان في المكان الكويس دوت. يبقى مطلوب من حضرتك علشان تشتركي معاهم في النظافه ان انت تدعي لوالدتك. تدعي لايه؟ ادعي لها. تدعي لوالدتك او تتصدقي او ما شابه ذلك. رقم اتنين، ان هو ابن حضرتك اللي كان متعلق بجدته، الفلوس اللي خدها ده رزق. ده ايه؟ الحمد لله. ده ايه؟ لان ربنا قال فابعثوا احدكم بيورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه، والله اعلى واعلم. يا رب. تحت يعني هي قالت له ابقى افتكرني، دي حاجه يعني ما تزعلش. لا ده أنا هو انا هقول لك حاجه، وانا لما اقول لك افتكري والدك ووالدتك تفتكريهم بايه؟ بصدقه بدعوه. طيب ده المطلوب منك ومن ابنك يا فندم. تحت امرك. معلش هي حلم تانية. تحت امرك. قولي اللي عندك. ان امي كانت واقفه وماسكه طنيه بتفرق فول وعيش وبتنجم مخلل على ناس وكده، فبتناديه لابني برضه وبتقول له تعالى خد مني الصينيه، فهو يعني ما بصلهاش وما ساعدهاش وما مسكش منها الصينيه. فاختي قالت لها طب خلاص بقى انت زعلانه ليه، هات انا هساعدك، وخدت وايه توزع معاها وكده. طيب يعني بصيت له وهي زعلانه، وبعدين كان معايا، كانت هي مدياني كيس فيه ذهب، فاخدته مني، قالت لي فين الكيس، اديته لها، ادت لاختي دي خاتمين ذهب، واختي الثانيه خاتمين، وبنت اختي اديتها خاتمين، منهم خاتم بنتها بتلبسه مع فستان معين. وبعدين قعدت تقول لي فين الخاتم الصغير، فين الخاتم الصغير، قلت لها موجود عندك. قالت لي ما فيش حاجه، عماله تدور عليه. فهي اديتهم وزعت عليهم وانا ما ادتنيش حاجه، وبس كانت برضو زعلانه من ابني عشان ما سالش فيها وما مسكش منها الصينيه. هي ام توفيه بقى لها سنتين وابني راح الجيش بقاله ايام، فانا مش عارفه. لا ده خير كبير. ام كريم اللي معايا. ايوه. طيب بص يا ام كريم، انا دلوقتي لما حضرتك تقدمي لي معروف، مش هتلاقي مني انا المعروف؟ اكيد. طيب انا ما والدتي اترحم عليها ويوصلها الصدقه. أيوة. مش هتيجي في حاله كويسه؟ اكيد. طيب الانسان وعرفي ان بر الوالدين بنجني ثماره بعد ذلك. فهنا البر ان انا برضو ادني مداوم على ولد صالح يدعو له، ولما تطلب مني من اختي يبقى كذلك، يبقى والله اعلى واعلم. انتظرونا بعد الفصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم، اللهم آمين. الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الأعمال بين القبول والرد إلا الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا ترد. يدخل أبو طلحة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه يبرق ونفسه تطيب، فقال يا رسول الله
ما رأيتك كاليوم أطيب نفسا. قال وما لي لا تطيب نفسي وقد جاءني جبريل الساعة فقال لي يا رسول الله من صلى عليك صلاة واحدة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات. صلاة واحدة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي أبو الحسن الشاذلي كان يسيح في البلاد فنام في واد كثير من السباع وأصبحت السباع تهمهم عليه فقال لأصلين لأبيتن على ربوة أصلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صليت على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه فهو القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. يقول سيدي أبو الحسن الشاذلي جلست على ربوة عالية وظللت أصلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما شعرت بخوف ولا قلق ولا أرق وكنت في هذه الليلة من أفضل الليالي التي شعرت فيها بالأمن ببركة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخذ الأستاذة فيروز من جيزة. تفضلي. ألو. أي شيخ موسى. تفضلي يا فندم. عندي حلمين بس ممكن أقولهم بسرعة. تحت أمرك يا فندم. تفضلي. أول حلم كنت قاعدة في البيت أنا وأختي وأخويا وماما وبنت أختي الصغيرة معانا وشفت تعبان كبير أبيض لونه أبيض في أسود محدش شافه غيري. بعدها جيت تحت رجلينا فبقول لماما يا ماما صدقيني في تعبان أنت مش شايفاه. فوطت كده ومسكت وتقول لي انت قصدك على ده فقعدت تحرك في ايديها لحد ما وقع. فانا خفت اخدت بنت اختي الصغيره قلت لها طب انا هدخل جوه لحد ما تمشوه. فجيت ادخل اول اوضه لقيته جاي ورايا هيقرب مني فما لحقتش ادخلها. جيت ادخل الاوضه الثانيه واقفل الباب لقيته دخل وعدى من فوقية يعني هو كان ماشي في الهواء عدى من فوقية. عايزه اقول لهم يا جماعه ده دخل عندي او انا هخرج بقى وانتوا ادخلوا خرجوه. ببص لقيت زي ايد انا ما شفتش انسان بس شفت ايد ماسكه حاجه سودة حشره سودة كده زي خنفسه او حاجه وبتقربها من وشي بالراحه فصحيت على كده بس ما حدش اذاني. استاذه فيروز ورق وقلم متابعين. ماشي اتفضل. الثعبان عدو لان لما نزل سيدنا ادم وستنا حواء وابليس والحيه ربنا قال كلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وسيدنا موسى لما تحولت شاف العصايه كده تحولت كده وتحولت لحيه. القران ذكر لنا قال ايه فلما راها تهتز كانها جان يبقى الحيه رمز لها كده. بنقول للاستاذه فيروز القميص الواقي اللي ربنا ادهولي على ايد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التحصين. انا هتحصن بأذكار الصباح والمساء يا أستاذة فيروز وهقول أذكار الصباح والمساء. وقبل ما أقول أي حاجة دي لنا كلنا أول يعني نفسي كلنا نعملها قبل ما نام أصلي على سيدنا النبي 10 مرات وأول ما أصحى أصلي على سيدنا النبي 10 مرات. شفت الوقت ده كله كان بين الصلاة على سيدنا النبي وأي حاجة بين الصلاة على سيدنا النبي ربنا بيقبلها. يبقى هتصلي حضرتك على سيدنا النبي هتقولي أذكار الصباح المساء وعشان في بعض الحسد عندي عشان ما نخشش في مجالات تانية. من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. احنا التمر موجود في كل حتة. كيلو تمر هجيبه ممكن انت تفطر حاجات كتير الصبح وتكون تضر جسمك لكن لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سمن ولا سحر يبقى حضرتك تحافظ عليها وهتقرأي سورة الضحى 7 مرات في الشروق و7 في الغروب اللي هي قبل المغرب وأول ما تصحي وتحافظي على صلاة الضحى اللي هي زكاة كل مفصل وهأكثر من الصلاة على سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. أستاذة مي من الجيزة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس هذا حضرتك أنا عندي حلمين. تفضلي يا فندم. أول حلم إن أنا حلمت إن أنا كنت في مكة المحرمة، تمام، إن أنا مسكت الكعبة كنت فيها لوحدي، بس كنت لابسة أبيض في أبيض، وكنت شايفة في النور أبيض جامد مشاع يعني، وأنا كنت حاطة إيدي على الكعبة. ده الحلم الأول. طيب اتفضلي. الحلم الثاني حلمت إن أنا كنت قاعدة أنا وزميلي في الشغل، كنا لابسين أبيض في أبيض وماسكين المصحف بنقرا منه بعض آيات، كنا بنشاور بيه يعني بإيدينا على الآيات دي، بس مش فاكرة مش متذكرة أوي يعني إيه هي، بس كنا فرحانين أوي وإحنا بنقراها مع بعض، كنا ماسكين مصحف واحد وبنقرا مع بعض إحنا الاتنين. اتفضلي يا فندم. ده تفسيره يا حضرتك. تابعيني. عندما أجد إن أنا في الكعبة بيت الله الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، والله يقول ومن دخله كان آمنا، والله يقول وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، والحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، إدراك أمن ومغفرة ذنب وطهارة واستجابة دعوة، والله أعلى وأعلم. كذلك عندما أرى اللبس الأبيض، اللبس الأبيض شفت يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا عمر بن الخطاب، والحديث رواه البخاري، عليه ثياب أبيض، فسيدنا النبي قال له ده جديد ولا ده اللبس ده مغسول؟ قال غسيل يا رسول الله. قال البس جديدا وعش حميدا وموت شهيدا. اللبس الأبيض بدل، وسيدنا النبي شاف في الرؤية برضو اللبس الأبيض، عرض علي أناس من أمتي يرتضون قمص، منها ما يعلو الصدر ومنها ما يدنو، إلا عمر بن الخطاب جاء بثوب يجتره، وإذا رأيت المرأة ترتدي ثياب مهما كان اللون يسترها، فده بدل على إدراك الأمن والأمان. عندنا دليل، أيوة، ربنا بيقول لسيدنا النبي، ما تصلوا على سيدنا النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولما أشوف أن أنا بقرأ في المصحف قراءة القرآن بتدل على العصمة من شر الإنس والجن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، والله أعلى وأعلم. لأن الفرحة ما فيش أفضل من الفرحة إن أنا بقرأ القرآن، وربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وشفاء لما في الصدور القرآن. ولذلك شوف ربنا قال إيه، نزل به الروح الأمين على قلبك، شفت القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك ربنا لما كرم سيدنا إبراهيم قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، وما كرم سيدنا النبي وإحنا في الإسراء والمعراج لسه كانت مر علينا أهي، قال ما كذب الفؤاد ما رأى، إداك إن فؤاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربنا. ولما سيدنا النبي لمسة جميلة كده، إن سيدنا جبريل أجسام نورانية دي الملائكة، وسيدنا النبي قد جاءكم من الله نور، فسأل سيدنا جبريل قال له لما مش أنت خلقت من نور يا جبريل، إزاي لو تقدمت لاحترقت وأنا لو تقدمت لاخترقت؟ فرد سيدنا جبريل على سيدنا النبي قال يا رسول الله نوري من نور المخلوقات أما نورك من نور الذات، والله أعلى وأعلم. أستاذة هدير. أيوة. تفضلي يا فندم. حضرتك انا حلمت كنت ماشيه مع صحابي وببص على لبسي عايزه اشوف ان انا لابسه زيهم شيك وكده، شيك وكده ولا لا؟ فببص لقيت نفسي لابسه حاجه حلوه قوي كده وفخمه، حاجه لبسه حلو قوي.
بس فببص بس على رجلي لقيت لابسه صندل وحش قوي يعني مش ماشي خالص على اللبس. طيب خليكي معايا يا استاذه هدير، ده في بعض الحسد عندي في الزينه، بعض الحسد عندي ايه في الزينه. استاذه هدير ايوه فندم انا هحافظ على اذكار الصباح والمساء، وهحافظ ان انا هقرا سوره قل اعوذ برب الناس 11 مره الصبح بالليل صباحا ومساء. ممكن؟ طيب تابعين. اللبس ربنا قال لسيدنا النبي ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، والصندل ده نوع من الزينة، مش أنا بتزين كل واحد بقى يجيب لك حذاء جميل ويقول لك ده الحذاء ده كذا، واللي جايب شوز واللي جايب مش عارف إيه واللي جايب ده نوع من الزينة. والزينة يا مال يا بنون يا رفعة في العلم، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق في سبيل الله، ورجل آتاه الله العلم. يبقى أنا هنا علشان خاطر أقي نفسي ومن شر حاسد إذا حسد. ودخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتقطاه. باكروا يعني الصبح حتى صدق باللي أنا أقدر عليه، والصلاة والصدقة لجسم كله 360 مفصل، ركعتين ضحى، هصلي ركعتين الضحى دي زكاة لكل مفصل عندي. كل شيء موجود في الكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، والله أعلى وأعلم. أستاذة أميرة من الجيزة تفضلي. ألو يا شيخ. تفضلي يا فندم. أنا حلمت، أنا لسه متجوزة قريب. يا ربي على خير، ربي يبارك فيك. فأنا حلمت إن جوزي بيتجوز أختي وانا موجوده وموافقه، وبعدين قلت لجوزي على الحلم ده فقال لي انا كمان حلمت الحلم دوت يا اميره، بس قالوا لي يعني اهلك كانوا بيقولوا لي بدل ما عرفش اختك نشيله انت تتجوز اختها. ده من قيمه شهر وبعدين دلوقتي من قيمه كام يوم، يومين ورا بعض حلمت اللي انا متجوزه واحد غير جوزي، وده كان اول حلم. تاني حلم برضو متجوزة واحد تاني يعني غير الحلم الاول، واحد غريب تاني يعني متجوزاه، وبكلم جوزي على اساس ان هو يعني واحد قريبي او صاحبي. فانا بقومت ساعتها قعدت طول اليوم مخنوقة. لا الاول جوزك شغال ايه؟ نعم جوزك شغال ايه؟ انا جوزي على باب الله يعني صنايعي. طيب اولا ما تقلقيش من الرؤية اللي انت شفتيها دي، الرؤية دي بتدل على ان في ساعة رزق هتيجي ليكي. في ساعة فين؟ في ساعة رزق هتيجي ليكي. عندنا دليل؟ ايوه عندنا دليل. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله اعلى واعلم. لكن استاذة اميرة اوصيكي بكثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، والله اعلى واعلم. لان كل واحد يشوف ان مراته اتجوزت هو اتجوز، ده النكاح مفتاح الرزق. ولما اشوف ان انا بتجوز في الرؤيه يبقى سعه في الرزق. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم صلاه ربانيه نورانيه تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتسمو بالأرواح وتطهر القلوب وتشفي البدن من كل داء وسقم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لكن قبل ما نختم هنقول البركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والبركة والمكانة بتاعته، يقول في يوم تابوك لأعطين الراية لرجل يحبه الله ورسوله، يعني يوم خيبر قال لأعطين الراية لرجل يحبه الله ورسوله، وفي يوم تابوك عين الماء التي جرت. لكن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
يوم تبوك يقول ايه؟ لأعطين الراية لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يتحدثون من ده؟ مين ده اللي هياخد الراية؟ كلهم لما أصبح الصباح ذهبوا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أفيكم علي؟ قالوا لا يا رسول الله، يشتكي عينيه. شوف البركة بتاعت سيدنا النبي. يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يقول هاتولي علي، فيجي سيدنا علي يقوم ماذا تشتكي يا علي؟ قال أشتكي عيني يا رسول الله. فبسق النبي في عينه ودعا له فشفاه الله وكأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية. وفي رواية تفل في عيني وقال اللهم لا تزقه بردا ولا حر. فكانت تراه الصحابة يرتدي ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف. وفي عين تابوك لما قال معاذ بن جبل يا رسول الله الماء بتاعها قليل، فجمعوا لسيدنا النبي من المية بتاعة العين دي وتوضأ ووضعوها في العين، فأصبحت الماء منهمر وأصبحت العيون تجري. فقال يا معاذ لئن طالك بتك الحياة لترين هاهنا جنان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أن نلقاكم في الأسبوع القادم في تمام الساعة 3 عصرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.